يا أيها الشجعان الذين جاءوا ليقولون بصوت واحد لا للاحتلال التركي، ولا نريد أي شكل من أشكال هذا الوجود والتواجد من الاحتلال والإرهابيين في أراضينا. ونوجه رسالة إلى العالم أجمع وإلى أردوغان بأننا لا نريدك ولم نطلب منك أن تدخل إلى أراضينا، إنما جئت غازيا ومحتلا. اليوم نقف وقفة ضد الانتهاكات التركية في سوريا، ونقف عند مغولة أردوغان حيث غاد. إذا طلب مني الشعب السوري الخروج من سوريا سوف أخرج، وها نحن الشعب السوري نقف أمام الإعلام العام نطالب بخروج تركيا ممثلة بأردوغان ومرتزقتها المدعوين بالجيش الوطني من جميع الأراضي السورية. نحن الشعب السوري وحزب سوريا المستقبل نؤكد على وحدة وسيادة الأرض السورية كافة.